في 20 من فبراير 1979 اتفق 3 أصدقاء من رجالات الكويت على رحلة حداق عادية. كان الأصدقاء 3 هم النوخذة علي النيدي، عبد الوهاب الهولي، وأخوه سليمان الهولي. في ذاك التاريخ في فبراير المشؤوم، وما بين جزيرتي كبر أم المرادم، كان القدر في انتظارهم. السيد سليمان الهولي يحكي لنا الحكاية. دق علي تلفون المرحوم اللي هو يوم الأحد، قال لي ترى أنا بندش الحداق والحق عبد الوهاب أخوك، وإن شاء الله يوم الاثنين إحنا داشين باشر. وصاني وقال لي اترس بنزين وأنا إن شاء الله بعد شوي أجيك. هنا أنا والمرحوم أخوي ترسنا البنزين وصبينا ماي، كملنا أغراضنا كلها ويبنا الثلج. ويانا المرحوم علي النيدي وقال لنا توكلوا على الله. اللي مشينا احنا اليوم يوم 12 الساعه 12 يوم الاثنين، مشينا الساعه 12 وصلنا هناك الرياق الساعه تقريبا 1:30 بالضبط. قعدنا نحدق، حدقنا قواخر ولاكو شيء، يعني قلنا حق المرحوم خلنا نروح ريقنا مال اللي صدنا فيه السمك الكبار. قال لنا توكل على الله. جينا الريق قعدنا، صار المغرب، صلينا المغرب، حدقنا لما تقريبا الساعة 12 نحدق. بعدين هو قال أنا والله فيني النوم بنام، كان علينا خواهر كوس خواهر، قال لي يا عيل خل أنا بنام وأنتوا قاعدوا حدقوا. قعدنا أنا ويا أخوي مرحوم قعدنا نحدق. قعده تقريبا الساعة 3 قال لي حاب محمد شو الصيد؟ قلت والله الصيد لقط سبيجات من هالطلاح الكبار، قال يعني بأخذ تراحتك وأنا بحدق. قعدنا نحدق أنا وأخوي، وهو قاعد يحدق نمنا. صار خير أذن، قعدنا صلينا سوينا ريوقنا تريقنا رأينا الله من الله خير. كان يقول لي يا ايش رايك؟ قلت والله خلنا نصب البنزين ونمشي ان شاء الله. قلت اصب البنزين، كان يقول لي لا صب انا صب وياك. قلت له لا انتوا حدقوا وانا بصب البنزين. اخر صبيت البنزين، عقب ما صبيت البنزين قام يعزم الهواء شوي شوي. هذا اللي هو يوم الثلاثة عزم الهواء، كان يقول لي ها ايش رايك؟ قلت له بعد الراي رايك نمشي. بطلنا قرصه من الريق ومشينا. مشينا قام يسولف علينا عن البحر وعن سكات البحر وعن انا ناخذها وعن هذا. تعال وياي انا ابو قشمره وضحك هذا رايحين ماشيين. تبت شوي قلت حق علينا الحين تقريبا الساعه 9:30 واحنا نمشي. قلت حق ابو حسين تبي شيء تاكل؟ كان يقول لي لا انا بطلع برغال تفاح تبون؟ قال ابي وهاب اعطني برغال وتفاحه والمرحوم مرينا عليه بالتفاحه وقال ما ابي انا ما اكل عقب الريوق ما اكل شيء. قعدت انا اكل وحسيت ان اقول هذه الاكله هذه حنوطنا من الدنيا. افتكر اول مره بحياتي اني انا يعني اخاف من البحر. شفت البحر طايش مره واحده. مرينا على الجزيره وقال لي ابو محمد ايش رايك نروح الجزيره او ما نروح الجزيره؟ قلت له والله الراي رايك. كان يقول عبالي بعد بتقول نروح الجزيره، احنا طلعت نعود ومال هالهواء مال اجل من هالهواء يعني بيشجعنا واحنا ما احنا خايفين. لكن انا شوي يعني شيء مثل اللي قال لي هذه حنوتكم من الدنيا. اخر مشينا تقريبا صار ساعه تقريبا 10 شيء نونا واحنا نمشي. انا قاعد اطالع التفر من عيه المويه ضربه المويه دم الطراد على صدره كفخ بالمويه ودم على صدره انكسرت الجامعة الأمامية دش الماي نص الطرات تقريبا أو أزيد. كنت أقول ها أبو حسين ما رد علي إلا قال لا إله إلا الله بس هاي كلمته. كنت حق عبد الوهاب المرحوم عطنا سباحات، طاولنا السباحات ياب السباحات خلنا نلبسهم. كان يقول له ننزف الطرات كلها دقيقة واحدة اللي احنا نازفينا. قعدنا ننزف ننزف. كان يقول لي ها أبو محمد احنا بالحجن عليه. قلت له ان شاء الله بالله حج عليه.
قال عيل لا خلصنا الماي شلون يشتغل؟ قلت له احنا هنخلص من هالقضيه مصيبتنا هذه ان شاء الله نزفه وين اللي يصير يصير ان شاء الله لسه. اخر بهالحكي مثله رحت انا تفر الماي تحول راح تفر رجع تفر كله وقف الطراد على صدره. رحت تفر بطلت الجوالي ولا الماي ضارب فوق المكاين يعني فوق المكاين بضراش ينمونه. نزفت الماي ما قدرت. قلت لهم تعالوا وياي يا المرحوم عبد الله اخوي ليش انما الطراد نزل على المويه قام تركب المويه من تفره. قال لي ابو محمد ايش رايك نقط الباوره؟ قلت قط الباوره يمكن يجابل على المويه ويخف علينا. راح هو يقط الباوره ابو حسين المرحوم قط الباوره صدر تشربكت عند الباوره. قال لي ابو محمد من فضلك تعال عاوننا على الباوره خلينا نبرزها شايره. رحت عابل وياه دشت وياه بالكابين داخل مال اللنج ولا صرخت اخوي ترى طبع اللنج احنا بنبرز روحنا من اللنج. اللنج في كابين عود لكن ضغط الهواء ما اخذنا وخيذه نطلعنا لقدام لفوق احنا بنرد على لورا لكن ماخذ الهواء ما اخذنا ضغط الهواء اخر طلعنا. شلون جماعه يود السباحات راحت عنا القلنات ويانا خلايا راحت عنا كل شيء راح عنا تمينا قليل ولا الثلاجه هو صندوق الثلج طلع من الخن يتحق الجماعه تقضبوا فيه تقضبنا فيه وحسين واجف على صدر اللنج باجي فيه يمكن فوت يا بيركس قلت له حسين وخر عن اللنج لا ياخذك بسيوره وخر عنه هذا اللنج راح ما بنا فائده لكن احنا نقضب الثلاجه هذه صندوق الثلج اخر قضبنا صندوق الثلج تمينا احنا مسمرين ونقط فيها سمك الثلاجة وثلج طلعناه فيها قض من حدر الثلاجة هو مقر نسميه احنا سديته وسخت اذكر والله عليه دلاب وسخته وحطيته بالقض وسديته وطلعنا الثلج اللي فيها والماي وتمت الثلاجة خالية تعلقين فيها. ابو حسين التفت على ابو حسين ولا ابو حسين فاصخ ثيابه كلها طرق الصورة الباجي اذكر والله قلت له ابو حسين سويت انت كله فسخت ثيابك؟ كان يقول لا بس اخف اخوي يمي كان يقول لي انا بموت بقرق. قلت له يا اخوي شد حيلك ان شاء الله ما تغرق تعال جرب يمي. قرب يمي قعدت افسخ ثيابه فسخت اللي عليه مقطع وتم بفنيله وسروال عزكم الله وتم هو تعلقين احنا تعلقين تمينا تقريبا نص ساعه كذي وكان يقول اخوي هذه بويه قدامنا. قلت الحمد لله. هو ابو حسين ايش قال؟ قال هذه بويه جليعه البحريه بعد ما يحتاج جدال احنا بالبحر بعد نتجادل. سكت عنا انا قلت له كيفه. قربنا البويه قلت انا بسبح البويه ابو حسين شو تقول؟ كان يقول والله انا ما اقدر اسبح على البويه لو اركب فوق البويه اموت من البرد. قلت له انت اسبح ويصير خير؟ قال لا ماني سابح. هو من يقول هالشخص الله يرحمه ويحلله من يقول من يقول انا بسمع بهالشيء هذا ولا يصير ما يصير خلاص صد عنه. عاد قلت له انا حق شو اسمه حق عبد الوهاب سبحنا انا عبد الوهاب سبحنا انا عبد الوهاب الله يرحمه على البويه. انا جيت البويه كما اي البويه تدفعني تهوش البويه صايره مويه وتروح لقدام وترجع ورا وترد يمين وترد شمال. اخر مره ردتني مره ثانيه طردتني مره ثالثه جت لي البويه علي زحفت وصارت ريولي فوق البرد وبيدي بالحلقه. ركبت انا الحين انا اقول حق اخوي اركب ومتنعس لا رد علي لا زين ولا شيء. قلت له اركب يعني تعب لنفسك يمكن تركب. اخر ما اركب قلت له تدري شلون حسين يمك بعده ما راح بعيد اسبح وتعلق وياه بالصندوق الثلج اشوفه اسبح. انا كان البس نظاره في اليوم نظارتي طاحت بعد راحت بالماي وشوفي صار مولي هناك يعني اشوفه انا اللي يوم يتعلق وياه بالثلاجه. اخر انا الحين دمت على البويه جيت البويه وركبت فوقها وقعدت يعني اطالع الحين انا البويه شلون يعني انا يعني ليل والهواء تارس ومويه المويه تركب فوق ظهري وركبت فوق البويه وقعدت فوق البويه صعدت فوق بالبرج مال البويه وتميت قاعد فوق. الحين يعني مر علي لنج تقريبا الحين علي الساعه 4 الظهر العصر تقريبا الساعه 4
مر علي لنج على بعد، يعني شوف انا يعني ضعيف والنظاره يعني مي وياي، لكن اشوف اللنج مر علي واشرت له، اشرت له، اشرت له. هذا اول يوم اشرت ماكو شيء، ما التفت علي ولا درى عني. هو اللي حاط صداف صوب اللي انا قاعد فيه، حاط صداف يعني ما يشوف البويه، شايف البويه هو بس ما شاف الادمي اللي فوقه. اخر راح صار علي المغرب، الحين انا صار المغرب، ثيابي يابسه على النص من فوق ومن حدر ثيابي رطبه. قلت ان شاء الله الحين الربع اللنج هذا على طريقهم ويبي بيلقاهم ويبي يقول رفيجه بالبويه خلوه، وبحسين ما يخلي رفيجه مهما صار. اخر راح صار علي الليل ما يعني احد، قلت ان شاء الله باشر الصبح يجون الربع. صار هذا يوم الثلاثاء يوم الاربعاء الصبح ما احد يعني، مرت بواخر اشرت عليهم، اشرت صوت مويه صارت في البويه ومويه شمال ومويه فوق، صاروا يعني ما حد ما تقدر تركض فيها. ليلة الأربعاء كملنا ليلة الأربعاء، كملت ليلة الأربعاء، صار هو اليوم الخميس الليل، صار يعني ليلة الخميس هو اليوم الأربعاء كله ما أحد يعني تأيست أنا يعني، قلت يعني ربي هذا صار عليهم يعني شلون شو أقول الحين أنا، أول ماتوا أول طلعوا وأول هذا الحين سدهم وياهم. آخر كملت أنا ليلة الأربعاء، ست طيور اثنين بالليل طبوا يمي طيور اثنين، ستة اثنين منهم بعدين طيور وايد، ستة اثنين ذبحتهم. قلت انا يمكن اطول يعني ما باشر ولا باشر ما ادري يعني، انا ريال فوق البويه احد يجيني يرصق من البويه يشوفني ولا بعيد ما يشوفني. مرت علي بواخر عدد بواخر اشر لهم ما يشوفوني. صار صبحية الخميس صار صبحية الخميس ملشت لي قبل لا تطلع الشمس، ملشت الطير وصلخته، صلخته وقمت غطيته بالماي. قمت غطيته بالماي كان أقوم أكل منه شوية، شفته طعم ماشي وياي كان أكل، أكلت الطير قطيت العظام، ما قدرت أكل العظام، تم واحد قلت بعد هذا إلى تسلى بأكله من الغداء. آخر صار والله تقريبا الساعة 7 ركبت فوق البوية، قلت أنا يمكن أحد يجينا فوق البوية هاي، ركبت فوق البوية من فوق الصراي، لها صراي البوية وصاير مثل الدرج، قاعد فوقه قاعد فوقه وتميت أشر. مرت علي بواخر ثنتين بالصبح أشرت لهم أشرت لهم ما حد ما شافوني، والله تميت قاعد فوقه. قلت أنا من فوق ماني نازل، مر طراد على بعد أشرت له ما شافني، هي طراد ثاني أشرت له هو يمي مو بعيد عندي يعني، أنا من دون نظارة أشوفه يمي، وأنا العادة ألبس نظارة ومن دون نظارة يمي، أشرت عليه ما شافني. شوفه راح سند على رد لي جبله، أخذ أظني رغم البوية أو ما أدري شلون يعني، وراح حق القراقيل أشوف أنا يباري قراقيل على بعد. ورد تحذيرتي من شو اسمه ولا أسمع اللنج طراد يعني، التفت عليه ولا يمي طراد، الحمد لله ربي لك الحمد والشكر. طراد شنو يقول حق رفيجه هذا ريال فوق البويه. قلت انا بعد الريال اسمع صوته يقول حق رفيجه كريال فوق البويه، لا شافني وانا سمعته على كلامه. طبق شنو يقول لي واحد حجي لطيف. قلت ابدا انا ما فيني شيء، صاحي من احسن مكان. حدرت وياهم قعدت بالليل، سلامات عسى ما شر حجي. قلت والله المساله أخوي وصديقي، ما أدري حيي ما أدري ميتين، أنا ويا المرحوم علي النيجي. كان يقول أفا أبو حسين، قلت له أبو حسين أخوي وياه. وبعد هذه المأساة بعشرين يوم جاء الخبر بأن جثمان المرحوم عبد الوهاب الهولي موجود على ساحل المنطقة تسمى الصخيرات في السعودية. أما النوخذ الكبير علي النيدي فلا يزال في عداد المفقودين.